لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آل بيته وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. I start with the name of Allah Azza wa Jal. I praise him and I humbly ask him to raise the rank of the Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم, his kind al and companions. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. روحي واخاكم نتخو والله لبايتي صافي تشبك طبع شخوخ ما إن شاء الله درس زنفون شتتني لنا. طيب أولا اشتقنا لكم جميعا، كنت في سفر. الحمد لله أن رأيناكم مجددا، أن أحيانا الله عز وجل لنراكم بخير. So first of all, I was not in the country. I'm saying that I missed all of you. بارك الله فيكم. We thank Allah Ta'ala that enabled us to meet again on something that is good. ما تكش وقت للمتراز نبي فيز بحفقن النار بايو ما يي متراز نبي فيز بتسباين بايت بي يعني I guess متراز نبي تسايو نتوباين عشر نبايت انت. كان من المتوقع أن يكون معي الحاج أبو تيسير الذي أحب أن يعني يطل في كلمة، ولكن مرضا شديدا. هو جاء البارحة وكان يريد أن يلقي كلمة اليوم، هكذا كان المخطط، لكنه عاد إلى مونتريال. فسيكون كلامنا إن شاء الله في يعني هيك نصيحة بسيطة، ثم نتكلم عن شيء تحبونه. It was supposed to have Haj Abu Taysir with me in this speech today, in this lesson, but he felt sick. He came yesterday. He was planning to deliver the speech today. We were planning to speak about something very important. I'm trying to cover, inshallah, on his behalf. But make dua for him. He felt sick and he يعني went back to Montreal. حاج أبو تيسير ديجو نارازيوم إد كندا بيزال ناج جمعياج لي كنزتي ونتيو ما أزيو حد حتفان مستمع يسانو اللي خشو زال شي نارا لكن أزو موش أزيو الفركوم جزمان زيو الكمال اليوم أمو سيوما أزوز من تسبب لي كل مونتريال قرقبو بايو وإن شاء الله أزو لخو آن حلو فاشرخو بايو. سنبدأ إن شاء الله هيك بنصيحة، وهذه يعني أذكر نفسي بها أولا، أذكر بها نفسي أولا ثم يعني نستفيد منها جميعا. I'm gonna start إن شاء الله with short advice and I really mean that this advice is for myself first, and then inshallah we'll benefit from it. يعني if every one of you would take this advice and think in a certain way, apply certain things, inshallah it would be of a great benefit for him and for the whole community, for the center and for the jamaiyah, inshallah. ما زحت فانوم شو توالنا شازانا ما قال روحي بيقلخ بايو ما أزوج شو أطفال موش أبي مروح إلهم فايدة شاخ أزوج صوزو على يزوم الناج بيزال ناج كل زنام أزوج أمي حرنة ونارجر روح زنا لهم بجيح فايدة ناش ما أزوج صوزو على يذكروا أمة زنا لهم فايدة يترخب بازال شيء وخنال يلا بيتي أزوج شيء بذكر البحنة بيتي بيك قالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا يقول اغتنم خمسا قبل خمس. وحديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليس قصة نرويها فقط يعني نمضي بعض الوقت أو لنملأ بعض الوقت. حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه تعاليم ديننا، فيه ما ينبغي أن نطبقه لننجو في الدنيا والآخرة، لنفلح، لنفرح، ولنحقق
ما هو خير لنا ولعائلاتنا ولأحبابنا ولمجتمعنا ولأولادنا. فعندما نذكر حديث النبي، يعني أنا أحاول فقط أن أذكر نفسي أولا أن الحديث ليس فقط نذكره لأجل أن يعني هيك كأنه قصة فقط نرويها للأطفال لكي يستمتعوا بها، بل فيه تعليم، فيه أشياء ينبغي أن تطبق حتى تنعكس بطريقة مفيدة علينا وعلى حياتنا. Our leader, our master, the Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم, he said, take benefit from five things before the occurrence of five. So the Prophet صلى الله عليه وسلم is urging us, he is ordering us to take benefit of five different things which most of us over here have before they are gone and they are replaced with other five things. And the hadith of the Prophet صلى الله عليه وسلم is not just a story that we say to fill our times. It's not just a story that we say for our kids to enjoy or to, يعني, to pass some time. No, it is from where we receive the instructions of the religion. It is from where we need to receive these instructions to apply them in this dunya so that we benefit in the dunya and in the hereafter. رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم حمست شيء ما يديج تتعلفوا بايو ما يي حمست شيء ياج اس اخا زالنا شيء انتا بايو لكن اخ يا علي حمست شيء بي ما يتحقنو حياج حمست شيء ياج متالف متالف حل بنا بايو ما يحري رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم حديث في وزان ساء يي حديث في كوبه قصة كنت بيتنا بوما إروري وخما يكرزال شيء مخنام البام التام بايو زوكتا أزوك الصو والداج سمو ما يحد غوزال وقت حلو فاش بوزال شيء ملتا بايو حديث وي دين زنا وتليم دنا زال ما أزوشي إشو طوال ناشا ما نمحر يتخيصال شيء انتا بايو يو موش زنا بيخ دنيا توا آخر بيم فلاح نرخ بما لما نرخبانا بايو. رسول الله يقول صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس حياتك قبل موتك. أنت يا من زلت على قيد الحياة، يا من قد تظن أن العمر لا زال فيه بقية طويلة وتخطط، هنا هذا الكلام عن نفسي، ها، حتى نخطط ونحلم ونرسم لسنوات وسنوات، أنت يا طويل الأمل، رسول الله يقول لك اغتنم حياتك قبل موتك. The Prophet صلى الله عليه وسلم, again, he's urging us, he's ordering us to take benefit from these five things, which inshallah I will mention. The first thing is your life before your death. يعني every one of us might be in a situation where he is planning for years and years to come, and he might have this feeling that inshallah yani I will live years and years and I'll be achieving on my career level, on my personal level, family level, and many things, and Allahu a'lam, you might be leaving this dunya, you might be dying very soon. Remember, the Prophet sallallahu alaihi wasallam is ordering us to take benefit of your life before your death, before you leave this dunya. حري رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم من باونا حمست شيء وحمست شيء بكت تعلف بايو يحمست بخزيك قالوا من تحتين زو حياة بسالخي وحي استخ قدوي موتي ما يقدم أخوي حياة بسالخ قد سالخ قدوي تتألف في حياة خايبة تنافب أو حيستق قدام ما يي طبيك أمر أنت بعدين أنت بجيح كر الناش قدر نكورة أنا بايو قدر نحس بنا يي كتناش ما يي كتناش من الماء لكنه
اسحلو به ماشي دج بنا حل نكام نا بايموت ما يل بايتي الناج اتزالتنا عمر زنبه اتزالتنا وقت به نتنافب بما من ناش اتخشال جيشام لنتالف اتخشال بايتي انت حويستنا قدا حويستنا حياة بسال قدا موتي ما يدج بنا نتالف اتخشال وحي حياته بجيح ما كورا زنوي كأنما قدور نبرزار كنت انتبايو لكن أخوي ماشي موت يجيج ما يكاد ما نحل نقامي نابايو يلي أخب حويستنا كده تأمن نلوي بايو نو this one this one for her yes. طيب فهذا الأمر الأول الحياة قبل أن نخرج من هذه الدنيا ونصير في القبر. This is the first thing. Take benefit of your life before death. الأمر الآخر شبابك قبل هرمك. وكل منا يعلم أن يعني الشباب فترة الشباب الفترة التي عندك فيها نشاط وصحة هذه نعمة عظيمة نعمة عظيمة في الغالب يعني لا تشعر بقيمتها وقدرها إلا بعد أن يحصل لك شيء هيك نحن في الغالب كثير من النعم التي أنعمها الله تعالى علينا التي أعطانا إياها كثير منا لا يقدرها لا يستفيد منها استفادة المطلوبة حتى تفقد حتى يخسرها يعني تخيل معي أنت مثلا أنك يعني فقدت رجلا من أرجلك أو الرجلين معا حياتك كم ستتغير وهذا قد يحصل هذا ليس يعني بعيد التصور هذا قد يحصل قد يبتليك الله عز وجل ببلاء مثل هذا بأن تفقد يديك أو قدميك هلأ ما مفكر فيها يعني ما بتجي هيك ما بنقعد ونصرف وقت بنقول لو أنا خسرت إجري شو بصير في حياتي كيف تنقلب في الغالب لا نفكر وهكذا كثير من النعم عندما تفقد يعرف كم كان قدرها قبل أن تفقد منها مثلا الشباب في أشياء بتبطل فيك تعملها تسمعوا مرة الشيخ عبد الله رحمه الله كان يطلب من معه أن يصلي سنة وكان يبكي جسمه ما عاد يعني ما عاد يعينه على ذلك على أن يقوم بمفرده يا أهل العافية السنة صلوا السنة يا أهل العافية هيدي من الأشياء اللي يعني أنا أظن أنا عن نفسي لا أفعلها كثيرا بأن أجلس وأتفكر في كل هذه النعم وكيف ينبغي أن أستفيد منها لا نادر من يفعل ذلك so the second thing that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam mentioned is youth. So he's telling us to benefit from our youth before we get old. Before we get old and then we become in a situation where many things are not doable maybe or we're not able to do them. And there is an example that I mentioned, the Hajj helped me with. Sheikh Abdullah once He told those who are with him, صلوا السنة. Go, يعني pray the recommended prayer, the sunnah prayer. And he was crying. His body, يعني, he reached a situation where his body is no more helping him to stand by himself and to pray a lot the sunnah. And believe me, we fall short in this thing. We do not think a lot about the endowments that Allah Ta'ala gave us. Among these endowments is the shabab, the power or the sahha, the health, the youth. We are able to do many things in this situation. And believe me, we might be in a situation very soon where Allah Ta'ala might inflict us with a calamity. We lose certain endowment. It might be my legs, my hands, my sight. My life would change. So we are ordered. We are ordered to take benefit of these things before they are gone and replaced by other things. My hari
كوتان من بايو حياة خاو بايو اي حياة سوخ من موش افيد كام زو ندن دي حياة خاو متي ميدج بخ بايو كا كوتان وي درمنت خاوي راغنت ميدج ما حري يي درمنت بجيح نعمة انت بايو وسوي بجيح قر احد زال نعمته زي كبت اوصايو كحل بايو الزبك دو كامل بايو يلي يي درمنت بيوي بجيح فركوزال شيو متالف ما ننتبهو شخص ني الله ترحم ليوا عمر امام بسقوف بحر له من بايو درماجو سنه صلاه خوسي قدو بايتي بي امديو حيه سنه صلاه بزقبلو بايو اتحار الزيون الزو زمان بملمان قسي عمر زيوم زقوف ما مكانهم ذل فرق كل بايتي قاميوي كوني بمكانن مسنة مسجد في الرخصة على شلينهم بايوخا الفرقون بايو راقنتوا من تسبب به يلي بكو كف بايو مأزو المفرق زيولي يلي أخاخاتهم يي أتايدوك إمتلوي أخب سنة صلاة بتليسة خنوبو بايو بجيح زينا سنة صلاتاتو نحد قحنا تليس نخن بحنا لكنو وقت زو خان تبايتنا نسك ديبامن نتالف بالي وقت أجر زون ما يلي أسو والدي أي وقتين بايو أخا أفيد كام زال أبا أمانت زال يتا أفيد كام ويكبتي لفرقة البايو إساحت قر بلا إديج باما وبايو إنقر زود كوش لفرقة البايو إج زود كوش لفرقة البايو يا إنقر مت كوشا ألتا إجي مت كوشا ألتا إن مكبت أسو والدي حياة سواء كسي ناو تحل حيجو بايو يي لبايتي وي يي شيئو نوك آزانا زي كبتني وسانتا بايو إمن كبتا وي كأدرزو نوك ما وي نتنافب بابايو يي وانتا ورسول زي محمد صلى الله عليه وسلم زمرنا قال عليه الصلاة والسلام صحتك قبل سقمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك. صحة كلنا سوا عم نلاحظ مع التقدم بالعمر عن نفسي وعن كل شخص تلاحظ انه في اشياء ما بقى فينا نعملها مثل قبل، وكلما تقدمنا في العمر الأمر سيزداد. فالنصيحة الأمر الذي يقوله النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن تتفكر فيه كثيرا 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 وأن تسارع. تعرف شو يعني أن تسارع؟ يعني هذا ينعكس على يومك. صحتك قبل سقمك، أنت قادر تقوم من التخت بنشاط، توقف على إجريك، قادر تجي على المصلى، قادر تحكي مع شخص تذكره يجي. قد يجي نهار هو اللي صحتك ما تساعدك تعملهم، يعني الآن وقت تعملهم، هلأ مش بكرة، من دون تأخير. غناك قبل فقرك، أنا ما أظن أنه بهالبلد يعني في أو أقله نحن اللي هون أنه الفقير الشرعي، ما أظن هون فينا فقير. هلأ البعض قد يحسب أنه يعني أنا على قد وضع منه ماشي وكذا، بس الفقر يعني ظني كلنا بنعرف في بعض البلدان كيف يكون الفقر، يعني أن يمضي شخص أيام من غير أن يجد طعام، حقيقة من غير أن يجد طعام، من غير أن يجد مأوى، من غير أن يجد ما يشربه. الفقر بالتعريف الشرعي ما أظن هون يعني موجود. ف يعني لازلنا في وضع مادي يسمح لنا بأن نعين، بأن نقدم، بأن نتبرع. ما وصلنا، ما أظن حدا فينا وصل إلى المرحلة التي لا يستطيع أن يقدم فيها شيء، لا أظن أنه هذا موجود. لذلك حقيقة اغتنم غناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك. الفراغ أيضا هو أمر قد أنت بسببه تحصل على خير كبير، تغتنمه وتمضيه في خير عظيم، وقد تشغله فيما هو حرام. هذا الأمر بقى عندك. الفراغ نعمة قد تملأها بما ينفع، وقد يجرك الشيطان لملء وقتك فيما يضر. هي بتبلش بشغلة، وكثير من الناس بسبب الفراغ لأنهم لا يشغلوه بطريقة صحيحة يهلكوا. تعرف شو يهلكوا؟ يهلكوا يعني يصابوا بالاكتئاب، يصابوا
بالوسواس، يصابوا يقعون في الحرام، يقعون في يعني شيء يجر شيء، بس لأنه عنده فراغ قاعد بالبيت ما عنده شيء يعبي وقته، بتبلش على التليفون، التليفون تتحول لصار مدمن على التليفون، بعدين تتحول لموسيقى محرمة، بعدين بتتحول لغيبة ونميمة وتشاتينج، بعدين بتتحول إلى ما هو أكبر ثم أكبر ثم أكبر، حتى يغرقه الشيطان ببطل قادر يطلع حاله. عم بحكي عن شيء لامسه هيك، أنا هلأ يعني عندي حالتين ثلاثة عم بحاول ساعد فيهم، هيك تماما هيك، أغرقوا أغرقوا بالوحل، مين بده يطلعهم؟ فالنبي يقول اغتنم فراغك قبل شغلك، تعليم للأمة، تعليم للأمة. من لا يستفيد من هذا الكلام حقيقة قد يقع في محظور كبير. So the Prophet صلى الله عليه وسلم he then mentioned health before sickness. Take benefit from your health before sickness and from your wealth before poverty. And I mentioned, I'm saying that I don't think here in this country there is anyone who, يعني, the religious definition of poverty, فقر, يعني, applies to him. We still يعني, didn't try what real poverty is. Alhamdulillah, I think we all have a place to sleep, to reside, to live in. We all have the needed food and water and everything. At least the essential needs are covered in this country, I'm saying. And benefit from your free time before preoccupation. And this one is very sensitive, very, very, very important. Free time. Free time is something that might lead you to be in a very dangerous situation. Because you are free. You did not fill the time in something beneficial. Sheikh Abdullah also mentioned some advices about this. Some people, because they have free time, they started with very simple thing, like watching a lot. يعني I'm saying to some people would reach a level of addiction, videos, social media, and then following the news of this person and this person, and then the gossip, and then another haram, and then another haram. And then he would find himself not praying, and not attending the lessons, and forgetting the obligatory knowledge, and then he's يعني خلص in a very dangerous situation, and he needs help, big help. And I'm speaking about something that I'm really dealing with right now in some cases. He needs people, يعني he needs many things in order to get him out of this dangerous situation. So watch out for yourself and for your kids. Make sure they don't have free time. Fill their free time with something beneficial, like coming to here. If they have free time during the week, alhamdulillah, now the center is occupied most of the times. Monday to Friday, 8 a.m. to 6 p.m. We have the school, the after school program. You have free time? Come. We have a lot of work. Lillahi ta'ala, Lillahi azza wa jal, come help us. This is the main subject of our second half of the lesson, inshallah. We have a lot of things to do anytime you want. Weekend, we have Saturday school. Sunday, we have lessons on Sunday. So, inshallah, you can fill your time. طول بالك عشان نجي عليهم إن شاء الله. تفضل. ما بارك الله فيكم. من بايو يحمست شيء تتألف زايو بعلي ذكره كوتاج آيات انتايو أفيد كام خاوي نتو إما يغنى أخبايو أزو كسوزو فراغ زالخ وقتي وي أزوي مشغول مدخون وي يي فراغ وقت فراغ وقت زناو زالت انا ترفي وقتي ومناش بينتا نمال انت ما اخا اي زمان ببايو يي فراغ منبرت انت وي بجيح خساره وهلاك دي زال بايو من لي احدسو قارب جبل يا شازال الام تلفونو حفاش حل ازبهر لي حد شي محجقلال ازوشي الايفون قنال ازوشي الايفون قنال كلايا قدا باي وباي تتايوا ازوك سو حرام موسيقى وا ازوك سو الا شي بيزرف ازو بيزرف ازو بيزرف كلايا قدا وقت زو يي بيشغل ما يمال حل باتين اتحارق اذا حدسو
إن وأزوج بحرارة خم بحال بايو حرارة خم بحال أزوج شيء وألاش أنا رجر إن زوج تكفت حال إن وحرارة خم باما يي أي نبيوي يي أحد خطأ زو ألا يخطأ فون كلا كنا أو أحد خطأ زو ألا يخطأ فون أحد اللي زو ألا دل حفون كلا كنا أو آخر أخوي زي بتأبى ما روح زو أزوج شيء بموجة زي فرق بدرجة بوردال بايو وسوق جرجارة تخش بذا الوقت بوردال بي يي أي درجة زي بوردة سا فيز بتعب خن تين تبايو أزوج أي نبي هلا كستو زو بوزال خنال بايو من لي يي بشغل ما صلاته ما حد قال ضروري إذا لما ده علمي وحد يرسح ال أزوك الصوزو درس التايم يدي جمل أزوك تبكلاه كلاه كده علاي شوني ببوم علاي حبيب بوال بيتين تاب دي خنتي زوخوي هلا كاش سال انت بايو تحاري ما يي أين خنتي بزبوه وسوق أخبايو عن يي كل الأساس صوي هي ذالت ترفي وقتي ومسب سبل من تافين تبايو رسول زنيمين بايو ترفي وقت خوي مشغول ما تخون تنافو بابايو يلي الزياج والداج سناهم يي ترفي وقتي به زل شيء به زل فيل شيء به زي بو كت نشاغ له يتخشال ينفعه زل شيء به ما له كت وقت زي يتخشال بايو يلي الدب حالنا بايو التايه صوزة بمجل إلى واس الدسا برنامج حالنا بايو سنين بلاو جمعة سبتين برنامج حالنا بايو الحد ما زوك الصو حالنا بايو يي وقت زناو والداش سنا وقت زيو أديجنا وما خير شيء به ما له نارجر من أقوم سحى لنبرة وحل بايو يكله خسارة بمبوابة مثل تعلو بايو ييلا ييشي بي فز بي زكن البامن يحس ببان تا بايو last one كانت أي صح فراغك قبل شغلك فراغك free time before قبل ذلك هناك قبل فقرك قلت غنى الزوك الصوزو دينت خاوي مسكينت إما يدج بخوي فقر إما يقنخ دينت خابيوي تنافب باوي بايو يي باد بفقر يلوزال حلو فقر يلوزال شيبي يي باد بنوك آمين بايو أرنيوم بايو ملي بجي حسو حاجة خم بزال كيس حالة بايو حلو فقر يلوزال وي أسو والدي يو لازال زليل بايتي انتا أيام تمام زال بلع بيول ما زل سچ بيولال وي ملي الا ما حشي ملازل يولا الا سچ الا ازوك سوي ان خنت بزال سواج انت وي فقر يسحل فقر شرع كنت فقر لو زل كوتا الدب زنه بيوي بجيح قر بيزك تخسل شياج ايسا كمل زحل بايو لكن ازوين فقر وي يباد بعلم بايو يي حجنا نار قر بايو ناج اخ زالنا شيبه جيشام زنه لنا قد ما زالنا مز طرفت نشيبه نستأذن أحشم على تكرنا من البازانة خنت بإلنا بايو حزنا ملة يتجيش مش مش موت مش تدي جات جيش مني جايين على البيت وزنوكاج حوج نفر كازانة كسي وأشنا نلبل نفركم أنا بايو حزنا سبب زوم نفر كازانة ما يبي حلف موش نفركم إخن لزانة شيء وعلى شتام وحشم كل شيء زنا بين بيت أنت يلاوي يي رسول زنا حد فانزيو أمام بوي نحس بباموي شو أطول نشاوي حياة خاو إما تموت بيتي ما زي قالوا يكلوا حتفان زيوي فيز بتحن تاوي زدورة وقدير معناه تاوي نحس بباموي نميح شو أطول نشباوي نتنافب بابايو هو الإنسان يعني هذا العمل الذي أحيانا الإنسان منا يغرق به ليل نهار يغرق به العمل الدنيوي ليل نهار ثم يمنعك عن يعني بتصير أي طلب يطلب منك مساعدة بأمر لله عز وجل إعانة درس بتلاقي ما عندك وقت هذا العمل اللي أنت يعني تسعى فيه ليلة نهار المراد منه شو رغم أنه أنا ما بقول أنه واحد ما يشتغل لا حتى العلماء يتكلمون متى الإنسان منا يعني يكون له الأحسن أن يسعى في كسب ومتى فقط يتوكل على الله ويترك الكسب في كلام العلماء في هذا أنا ما عم بحكي عن هيك ولكن أقول هذا العمل اللي أنت أو أنا نغرق أنفسنا فيه ليلة نهار بصير مانعك من أنه ما بقدر تشتغل ما بقدر تشتغل يعني بالدعوة أو تعين أو تدرس عندك يمكن ساعة ساعتين بدك ترتاح فيهم شو المراد منه يعني هيك نجي نفكر ونسمع حديث النبي الثاني المراد منه
انه اكفي نفسي ماديا واحيانا اكثر من هيك، لا لو اكتفيت بدي زيد وبدي زيد وبدي زيد وما شايف سقف وبدي اطلع وبدي اطلع وبدي رتب اموري السوشيال ستيتس وبدي رتب سياره جديده وبدي بيتي وبدي ارفع قدري قدام الناس وبدي اولادي واولاد اولادي. طب اسمع هالحديث، اسمعي معي الحديث. النبي عليه الصلاه والسلام يقول ما من شاب اتقى الله في شبابه الا رفعه الله في كبره. ما من شاب، كلام للنبي ونؤمن بان كلام النبي حق وصدق، ما من شاب اتقى الله في شبابه الا رفعه الله في كبره. تقوى الله يا سيدي يا سيدتي الكريمه، تقوى الله بيرفعك في الدنيا والاخره. تقوى الله، خدمتك لاخوانك، خدمتك للدين، مش ركضك ورا الفلوس. عم بحكي الامور اللي هي مذمومه مش ممدوحه، ما عم بحكي هذا، مش هو اللي بيرفعك. تقوى الله الذي يرفعك في الدنيا والاخره. الله تعالى يقول اخبارا عن سيدنا يوسف، اسمع واتمعن وريح قلبك. الله تعالى يقول ولما بلغ اشده اتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ولما بلغ اشده اتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وقال تعالى اسمع انه من يتق ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين. انه من يتق ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين. هيدا اللي بيرفع لك قدرك، هيدا تقوى الله، خدمتك لله عز وجل، انكسارك مع اخوانك، تواضعك، سرعتك في تلبيه حاجات المسلمين. كلما فتح باب خير هجمت عليه، اقتحمته من دون تفكير وحسابات كتير. كل درس دين باخده، حضور مجلس علم بجي، اجتماع بجي، مدرسة بساعد، تعليم بجي، من دون كتير حسابات. تقوى الله عز وجل، نصرتك لدين الله هو من يرفعك. قد تبقى أنت تجمع مال سنة اثنين ثلاثة، تشوف حالك عم تقوى وتكبر ويتجمع وهالحساب عم بيكبر وصفورة عم تكتر، وفجأة مثل ما كلنا بنعرف كتير ناس شو بيصير، بدور الدولاب، هيدا اللي كان كذا وهيدي اللي كانت كذا، شوفوا هلأ كيف، أو بيروح للورث. الدنيا غرارة، الدنيا غرارة، بتلحقها 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 بتلحقها، بتشوف الأمور سالكة وعم بطلع وعم بكبر وكل شيء تمام، فجأة تصحط. هكذا الدنيا، هكذا الدنيا. So the believer, the mu'min, should have good stocks of piety for himself. The person who has good deeds and he is increasing his good deeds, he is growing these deeds, this person, inshallah, will find the effect in the dunya and the akhirah. I mentioned the hadith, it was reported and narrated in the hadith. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, what means, no youngster fears Allah azza wa jal in his youth, but Allah will raise his status in his old age. Allah ta'ala will raise his status in his old age. يعني you might think that your career will guarantee you a good status, good social status, and your money, your account in the bank will guarantee you and your kids a decent life. No, taqwa Allah, no matter how much money you have. We've seen many people, right, who collected and gathered and يعني generated money and money, and then what happened? Things flip 180 degrees and they became with nothing. They lost their houses, and I can say names. Maybe every one of you can think about someone who, and yesterday we had a meeting, subhanallah, Haj Abu Taysir, he told us about some people who were just focused about putting their kids in certain non-Muslim schools so that they can have higher degrees, more languages, social status. Subhanallah, none of them finished school. And those
who went to just normal schools but Islamic schools, alhamdulillah, they are with university degrees. It's not the dunya, it's not the money, it's not the يعني the career. تقوى الله. What will guarantee for you success in the dunya and the akhirah. That's it. Don't be deceived with the dunya, because it deceives. فعلا, indeed, it deceives. You follow, you go in the dunya path, and you might see that, alhamdulillah, it's working. I'm getting a job. Career is, having higher and higher positions. The money is increasing. And with a second, you might lose everything. If your other package, the good deeds is empty, the package of the good deeds is empty, you've lost dunya and akhirah. You've lost dunya and akhirah. But if you went in the path of the hereafter and you collected good deeds and you grew the number of the good deeds, even if you didn't get the dunya, at least you got the akhirah. This is how we should think. And this is the meaning of the hadith. Allah Ta'ala mentioned in the Quran, this verse, it means about Sayyidina Yusuf. When he attained his best age, Allah Ta'ala gave him prophethood and knowledge. This is how we reward the good doers. This is the meaning of the verse. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. And Allah Ta'ala also revealed verse 90 of Surah Yusuf. It means, certainly, whoever displays piety and patience, then Allah will not waste the reward of the good doers. حري كل شيء بيتبكي زبايو الله فرت انتا بايو ما الله فرت انتا ويسو والديو لأي درجة سيك لازال ما أحد سبايو دينت جايو يسامتا 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 ما الزو مخشزو تاي دوك باخو زايسا الزو شيوي يبلي بالي ما زناره وشي كبت إلى فركال بي الزوك الزخانة سنوك كم زناره وما كباج زنيو سبحان الله الدنيا تكون تبايو يلا بايتي ويجنت بي الله فري الزخانة وي راقنت بي وي قدرة والله استحل بايو دنيا تواخرة بي بوخ من انت الله فرت انت بايو ما على يزيك قالوا لنا مثال منتا رسول زنيا محمد صلى الله عليه وسلم حديثي ومن بايو أحد أسوءي أحد درموي وجنت به الله فرز تخانة قروي راقنت به الله قدر استحل به يا رسول زنا بالوس ينتبه انت صلى الله عليه وسلم أزوك السوزو تاين هدي بنارو حاجة بتأثير الله يكرحيو أمري بركستيو أزيو من تزايونا ينوك أزانا سحل بايو والدايش سو حزو من ملحة ألاي أسواج تليم دوزالتاي سنان بهم أمام بتليم دوما درسي متليم دوما لكن مسلمان جلتا يجدي ملحمة والداي سوزو دا صدا حزو علي أباخ آن ديني لم دوزالتاي تيما جنيا البايما أزو ديني لم دوزالتاي صدا ديني أمي لم دوزالما كلتحي بيحيجو حلزاي واتاي بزلما داش كل زيوم يونيفرسيتي حيلدو ملاي درجة بوردو قراء متاي انتزام زفالس تاي زحاراج الزود والداي سوزيق فراج سوتانك في الحلف الايوم سبحان الله ما يلا بايتي ما حيجة زالبنا وي آخر أمري وانتا وما بيس زالبنا دنيا وبي توبي آخرة وكأن يتبزاي وكتا ما أسو والدي بايو الدنيا تبي أمان دلاغا يغني ما أمان خنت بي منبرتي يغلي ما لكن أخ آخر زو زرسا خانا قرو خويا الدنيا زيتالتا مزيبالتا خانا قر يد دلاغا زو أحد كت بي تقوش بي وما التزود لا جزء ب يعني دلا جزء يخص ذا الخانة ما يبل ذا الخانة قر هو بقى الدنيا سوم آخر زوم إعلان بيتند لكنه الدنيا تزو كل دلا جا آخر زوم ذا طبق خانة نارجر ولو دلا جزء تابي وات أجر زوزو جيش عمل ذا لجيو حلاوي الدنيا خسر أجر زو آخرة ويخسرو مال بايو يلي آخر أمر ب زكنا الب زالنا وقت ب
حد صبايو دين علم حل باقر شاف المدجال بايو زل حسابه بيوبي قرآن متلي متحل بايو قرآن متلي مدلي ديجال بايو يلم دلي ديجال بايو كل قرآن زال وقت بيوي حد شي حل بايو نارقر أي برنامج بيوي شاف المدجال بايو زل حسابه بيوبي من اللي انتي كلهم دين ومنصر لالله لبايت انت بايو يي اين انتوي مخنا زال بنا بايو زال انا وقت بنت نفبا زنوي يي اين بنت بايو الله يكفت لنا. احيانا اموال الدنيا قد ما مجمع مال بصير معك امر لا تستطيع ان تدفع قشه منه، شغله صغيره منه بكل مالك، شغله صغيره، ولكن بالعمل الصالح النبي عليه الصلاه والسلام علمنا ان نطلب من الله بالعمل الصالح ببركه العمل الصالح ان نطلب من الله تعالى ان يفرج عنا الهموم وان كذا، وان ندعو الله عز وجل بالعمل الصالح. اليس ورد، اليس تسمعون بالقصه ان امراه مره ولدها اخذه حيوان ذئب واراد ان يفترسه، اراد ان ياكله، الله تعالى انقذ ذاك الولد بشيء بسيط الامراه كانت فعلته، كانت اعطت شيء لقمه يعني لولد، شيء بسيط لقمه، الله تعالى حفظ ولدها وسمعت صوتا يقول خذي ولدك لقد جوزيت لقمة بلقمة، خذي ولدك لقد جوزيت لقمة بلقمة. شغل صغير، عمل صالح قد به يدفع ربنا عز وجل عنك ما لا يستطيع مالك وجاهك وعيلتك ومعارفك وكل شيء بني أن يدفعه عنك. شغلة صغيرة تجي تعلم ولد، تكسر نفسك، بتفرغ من وقتك، بتقول أنا هذا المشروع اللي عم بيطلع لي هلأ كم دولار بدي أتركه، جاي في ولدين ثلاثة بالمدرسة أنا بدي أعلمه الوضوء، بدي أقعد ساعة وأنا أعلمه الوضوء، أنا بدي أعلمه الصلاة، هذا لا أبري، تقعد مع حالك بتقول هذه لا آخرته، به الله أعلم كم يعطيك الله عز وجل أو ماذا سيدفع عنك. خذي ولدك من 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 تم الذئب، حفظ الله تعالى حفظ ولدها لقمة بلقمة، ما أكله الله حفظه بشيء بسيط عملت، عطيت لقمة لولد، شغلة بسيطة قد تفعلها تحقق لك، تفتح لك أبواب تمضي عمرك عم تسعى لها ما بتقدر تفتحها عمرك كله. هكذا هيك هيك هذا ما تعلمناه في الدين، تعطي فتعطى، تشيل من جيبتك، تشيل من جيبتك من المطرح اللي معلق قلبك فيه مش من الكوينز، المطرح الثاني اللي صعب نقرب عليه البيلز البيج بيلز، تشيل منهم تعطي فتعطى فيعطيك الله عز وجل. يقين يقين مش تجربة، يقين، هذا ديننا، هذا ما تعلمناه. لذلك أنا بقول إنه أنت ما تسعى أن تقوي به نفسك أحياناً قد تكون متوهم، أحياناً بدي أحمي ولادي، هلأ أنا بدي أترك ولادي بلا أكل وبدك ياني هلأ أترك شغلي، الله أعلم بهذا المشروع اللي أنت جاي تساعد فيه بالمصلى أو بالمدرسة أو بالمجتمع الإسلامي أو بدرس الدين، الله أعلم ماذا سيفتح لك من أموال وعطاء وأمور يمكن أكثر مما بتخيل. هيك بدنا نفكر، ما بدنا ننسى هذه الآيات والأحاديث، ما بدها تغيب عن بالنا. نحن هون في هذا البلد النفوس تتغير، القلوب بتصير مثل الحجر، مثل الحجر، الموت يغيب عنا وكأنه الإنسان سيعيش، يعني ذكر الموت غاب عن كثير من الناس. أنا قبل ما أجي على كندا كنت عم بحكي مع شخص صديق لألي بمونتريال، قال لي جملة هلأ كل يوم تقريبا بتذكرنا، قال لي أنا عايش ببلد يعني يكاد الناس لا يأتون على ذكر الموت، ما بيتذكر انه حيموت. عم نحكي عن يعني شماعتنا، ما عم نحكي عن الغرب حقيقة. لذلك بتشوف لما تطلب من شخص مثلا لله عز وجل يمكن نساهل الكلمة، انه اذا كان الامر ما في مال احيانا خلاص بصير ما بعرف كأنه نسي التطوع، نسي شيء، يعني إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، غاب عن باله أو قلبه قصي ما بعرف، في شيء فينا نحن، عم بحكي عن نفسي، فينا يتغير
يتغير بسرعة إن لم يعني يستطع الشخص أن يضبط نفسه. So what I'm mentioning here is that a person should think in a way, يعني you might think that the money that you are collecting or the time that you are spending in the dunya for the dunya might defend you or might protect you, might be a reason to help you on certain things, and you might be wrong in this. Sometimes one good deed that you do, one good deed, small deed that you do, because of it, Allah Ta'ala might give you يعني things beyond your imagination, beyond what you are expecting and trying to achieve. Believe me, beyond. And I mentioned the story here about a lady, about a woman in the past. There is a story happened, it was narrated that one of, يعني a wolf, an animal, he took her baby. And he wanted to crash, يعني crash him, bite him, eat him. He was protected. And she heard a voice saying, take your baby. It's يعني literally the meaning is a bite for bite. Because she gave a kid a donation, يعني something like a bite to eat. So she heard this voice saying, يعني the meaning is your baby was protected by what you have done, the bite that you've given for the small child. لقمة بلقمة, a bite for a bite. Allah Ta'ala saved her baby and she heard this voice. Little things might change your life, and we all have needs. We all have needs. Some of us, they are looking for babies. Some of us for money. Some of us for career. Some of us for job. Some of us for Allahu A'lam. We all have needs. And we have learned in the religion that we can ask Allah Ta'ala by the good deeds that we are doing, that we will do. You might decide to come here, say, okay, I'm dedicating one day to come to the school. We have now 58 new students and 7 old students, so total of 65. You might decide to say, okay, I'm coming Friday once a month, and in this day, I want only to help in, I don't know, taking care of the wudu. Or their prayer in the musalla. You might decide to help in these little things, and this will open for you gates and gates that you've maybe and you've been trying to open for long. That's it. MashaAllah. Ma haray suwal di bajih yahij yasha zal shiu. Tikashom tahni makash albamil zal shi be bajih bana shuluna. مع الزوم بني آدم أحد سؤله ياش أزال شيء الزوسك إذا بمين رخ بالو كامل بايو كل زنام يعني مخشى حالنا بايو خشونا حالنا بايو أحد سو دينة جايبي نبرا ما والداج نبرا ما نبري زد دلادل يخون ملاكينه يكل زال شيء يكل أحلاي سوم يخطر بول زي فرقه دين الصم ولا ماش بال زي فرقش يوافق على فرق البايو ما حري يي اين تبيك خنتي انياك ولا مناش بازانا من تبايو دعاء انت ابايو يي زخانا سا اور شوت ب توسل زاشاش يي اور شوت بركه زوبه وكم تشينك بي الله فرجتها شيو بايو ما احد مثال ستو احد بايو أحد ويج والدي للوك ما ستة أحد أفيس بضل كسي الله لبيتي أزور لوك ما ستة لبيتي والدي زلي درجبوش دي جلي وما نخس أو يلحد عليه يعني يولا لزنسأو زي نخس عم درر زيو شو كنت أشيو أزور بحر لتبا سمت أي لوك ما هو لوك ما زسش عليه ألا لوك ما بيحجنا ليش بايوم يي لوك ما سشاله لوك ما بيحجنا ليش بايتي والدي زي لوك ما سخانا نرايي درجبوش له لكنه أزو درجبوش بالله كراح على والدي زو زوت اتسا درجبوش أفسو بأرده وما محيزو ب تراحت بايتي أنت والدي صلاة ما يسا يي أنت وي مستفايدة زو بجيح أخذ زان لبزمان ببايو أوركو الصوم يي بعد ب متوم
جيشا موم رسو أشيو ما انتزال بايو بجيح رسو تتمسا ما انتزال بايو يباد بي ما يي أين بروح زوم موت زالبانتم يرسبو زال زمان بزال نزيخانا سابايو إناج كتبنا التاش بازانا أزو كسوزو خير نتلف بازانا تاي نبرا نتخش البايو ما كل جرام ناشا زانا خيري وكوبي كرزالي مسالنا بايو سيدنا يوسف لزيديجا آية وكقالوا لنا أزيو عليه السلام أمرزيو زكزي خانوسا الله حكمة ستأيوما أزوك الصوزو بجيح شي زوافق أيونات بجيح نعمة ساشة بيونات يوخ أور إشو السيولي يو زاشي ليونات أتوكينا أزوك الصوالة آيات بهم أور زي دلقاج خير زي دلقاج إشو السيو إساسو خنوميل بايا يعني داشي بكروميل دلقاز خير بايتينتا يزي خانسا كل زنام جيشام زنالي مدلك حلبنا روح زنا وكل تعي موشما دعوة لقرقارة موش نفركازان كسبي نتالف باي وقتي ما خا الدبي نسيب حلبا يتنافب بولي وقتي حوجة مت خمسينا وسوت حجيس أرض وجاج حلنا بايو أزو كسوساتي بكزنا رج أحد يزو ستين حمستي وسو ينتزال يكل أرض وجاج أحد سؤان ساتي بي أحد سعالي وضوء ياش بوزار كنت أنا تليم دخبايا قرأ أي كس أجري تلف على هو أبا أحد سو يسق دو بوزار كنت أنا تليم ده مستيق ده خبايا قرأ أحد ساعة كس له وقت زو ستة نار قر حيا أحد ساعة يستأذل به الله مست شيء به أزوج أبا وكرحمة مست خيرات يكفت لحلو منو قلب يسوع يتا أحد لك ما بين ولد زي والله سلط عليه زي أبا يقوله يي أي نزاش صح الله مني كفت لحلو منو قلب يقافي يلا بايتي حي نسيب زنبه نتنافق بما أتبتي دعوة لزكنا الماء أزوك الصوزو روح زناليم فايدة نايساناش نخوني تخشال بايو الله يكفت لنا. في قصة وردت بالحديث جميلة جدا كلنا بنعرفها، ذكرين في ثلاثة دخلوا إلى الغار وسد فم الغار عليهم، أغلق فم الغار. هذا حديث، هذا النبي هو ذكر القصة، ليست فقط يعني شيء نسيت الراوي. النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا عن ثلاثة دخلوا إلى غار فسد عليهم فم الغار، باب الغار، فصخرة سدت باب الغار، فواحد منهم توسل بعمل صالح كان فعله، قال اللهم إنه كان لي أبوان وأولاد فكنت أقف بالحليب على أبوي أسقيهما قبل أولادي، يعني برا بأبيه وأمه يسقي الحليب للأب والأم قبل الأولاد. قال فإن كنت فعلت ذلك لأجلك فافرج عنا، يتوسل بالعمل الصالح ويطلب من الله عز وجل. قال فانفرجت ثلث الصخرة. ثم قال الآخر اللهم إني استأجرت أجيرا فتسخط أجره. قال فاتجرت به فجاء يوما فقال ألا تخاف الله وتعطيني أجرتي، ذكروا بالآخرة، ألا تخاف الله وتعطيني المال؟ فقلت انطلق إلى تلك البقر ورعائها فخذها، أعطاه شيء كثير. قال اللهم إن كنت فعلت ذلك لأجلك فافرج عنا، فانفرج ثلث الصخرة. فقال الثالث اللهم إني علقت بنت عم لي، يعني أراد أن يزني بها، فلما دنوت منها قالت اتق الله ولا تفضل خاتم إلا بحقه، يعني ذكرته بالآخرة لا تفعل الحرام. قال فقمت عنها. ثم قال اللهم إن كنت فعلت ذلك لأجلك فافرج عنا، فرفعت الصخرة وخرجوا. حديث النبي صلى الله عليه وسلم يذكر هذا، يعني كم هذا يزيدك يقين، يعني كم يحثنا وكم يدفعنا لنعمل الصالحات ولو كانت صغيرة من يعني بنظر البعض قليلة أو قليلة من حيث العمل، لا سيما وأن عندنا فرصة، وهي موضوع الدرس الذي ما وصلت إليه، موضوع عندنا فرصة كبيرة الآن، عندنا 65 طالبا، 65 حتى الآن، وقد يصل إلى 80 وأكثر في المدرسة، وباب التطوع مفتوح، باب العمل للآخرة مفتوح، باب العطاء مفتوح بكل أنواعه. تريد أن تأتي ساعة، أن تأتي يوما، تعرف أن تدرس، تعرف أن تدير، تساعد في النظارة، تساعد في الإدارة،
باب التطوع مفتوح لله عز وجل. إن أردت أن تحضر لقبرك وآخرتك هاي فرصة كتير كبيرة كتير كبيرة. وأنا أقول عدد هؤلاء الطلاب 7 منهم نعرفهم وتعلموا عنا، أقوله عمدا لحتى تعرف أنه في نحو 60 شخص جديد فرصة أن نعلمهم ونحمي عقيدتهم وأن يعني ننشئهم على الطاعة ونعلمهم العقيدة مذهب أهل السنة والجماعة والإسلام، وأن نرسخ في قلوبهم فرصة كبيرة بسببه قد يحمي الله تعالى أولادك. أنت تحمي أولاد المسلمين، الله تعالى قد يدفع عن أولادك ضرر عظيم أو بلاء كبير أو خطر يعني الله أعلم ماذا سيحصل معهم في المستقبل. فرصة هؤلاء أولاد المسلمين. فهذا المقدمة نعملها اليوم، وهذا الشق اللي كان يحكي فيه الحاج أبو تيسير موضوع المدرسة، ويريد أن يقول صرنا في هذا المركز عندنا باب خير عظيم جدا ليس صغير. يعني كنا في الماضي 5 طلاب ثم وصلوا إلى 15-20، الآن نتكلم عن 70 و80، الله أعلم إلى أين يصلوا 100. فباب العمل مفتوح، باب التطوع مفتوح، تريد 2، تريد 4، جمعة، أحد، مفتوح، موجود، العمل كثير. تريد أن تعمل من بيتك موجود، فقط تواصل معنا في المدرسة، after school program، برنامج ما بعد المدرسة. هلأ في شيء إن شاء الله نخبركم عنه، تدريس أونلاين، في عنا أكاديمي أونلاين، يعني أي شيء تريد أن تعمله موجود، موجود، فقط تواصل معنا. I mentioned the story about, and actually the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, he told us about this incident. It is regarding 3 men who entered the cave, and then يعني a big rock, it blocked the mouth of the cave. So one of them said, "Oh Allah, I had 2 parents and children. I used to stand carrying milk for my parents to drink before my children. If I have done this for your sake, relieve us." So the rock moved 1/3 of the way. Then the second man, he said, "Oh Allah, I had hired a worker who was not happy with his salary, his pay. So I invested his pay in trading. One day, this employee, this man, he came to him and he reminded him about al-akhirah. He told him, "Do you not fear Allah Azza wa Jal? Give me my pay, give me my money." So he told him, this man, "Go to these cows and their shepherds and take them all." So then he did supplication. He said, "If I have done this for your sake, relieve us." So the rock moved 2/3 of the way. Then the third said, "Oh Allah, I had a cousin that I loved. When I approached her," yani he needs to do fornication, zina, wal'ayadu billah, "she said, 'Fear Allah and do not deflower me unrightfully.' So I left her." And then he said, "If I have done this for your sake, relieve us." The rock moved all the way and they exited. This is, yani I'm saying this to remind you that we have a big opportunity for good deeds to be done in this center. Now we have a full-time school that has almost 70 students, now 65, and we're growing, we're increasing. So whatever you want to volunteer, no matter what time, what day, morning, afternoon, Monday, Sunday, we do have a great opportunity for volunteering lillahi azza wa jal. And with one small thing you might do in this school, for the sake of Allah, protecting the children of Muslims, Allah Ta'ala might help you protect your children and your grandchildren and maybe others among your relatives. And we mentioned about the hadith in Al-Arba'un Al-Nawawiyyah that has the same meaning. You're helping the children of the Muslims, you're helping the da'wah, you're making the da'wah succeed, you're supporting the religion, the true religion, Allah Ta'ala will support you. Allah Ta'ala will help you. You'll see that some closed gates will open and you'll see the sustenance will increase inshallah. You'll see much more things. And if these didn't happen in the dunya, inshallah you have a big reward in the akhirah. Ma'ahray. حتى حديث يمدنا
اي حديثم رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم زغاز لنتا يخ شيشتي سواج قبو بوالو ازو قبسالو قد قدير ان افزو قفل بيحل اتحاري ازو افزو قفل بما موتز قبطو ساحزو من الال دعايا شالبات انت اور شو سوبي يا رب ولداش بنارو لكن كوت او اي نارين بايا امرزيو قدير زناراج ولداش اللي من ستي من ست حي احل بموي ازاج اسشي نار خبا ميقل يو اشا زنار خو خخل بايتي متزي خانه خانه غير يا رب ديش يزال نبيو بفرجت وشانا زايسا اونزو تكشو شتت بامة كفتا كوتان يبام حفايا ما الزول احد يدلق لازال سناريو شغال ناريو الزول يدلق لازال ابا يكف لازال محلق والستيهم لحد بيو ما الزو محلق بدلاقة قلبيو يي محلق بدلاقة زي قلبيو سا امام بنفق الزو محلق اتحاري يي الزول دلاقي زو شغال دي جما الله غفر ما محلق الدينتي وستنج بايو يسا الله فرط قلبي زو ببوت باما يي ترازاخ دوات ايوا باراج يي دش زملاو دينت خان تاو كل زو منسا بايو يي وزاش خو يا رب اخلي بايت خانقر يي زان لبيو بفرجت وشنا بايا ازو سام تكشو انزو تكفتا شيشتان يبام حفايما احد ود زخ يزرك احد نار تنج بايا امال مانك اس ود زخ ما الزيب احمد سوي زلفل موشلي نسيب وافق اجما الله غفر با تنجو الزي الزوس الله فرزة تنسى حدقو بايا يو الله فر زاش خوشي يو اخاخو باي اخاخلي بايت زاش خوخانقر يا رب بيزان لبي بفرجت اوشنا بايا ما الزوكت بيقون تكفت ما واتو بايتين يشي اور اشوت بتوصل بقى نارقر رسول دين حديثي وانتي يسا يا حري اشوت بحلوف يتونياك بتوصل موشخ ممكو تنبري يي قدير حجان تبايتين يشي يوكم اللي زالش لهم وقزو دلو خلنا كوت ما حري من بايو تكشو خير يا شو ماوي بجيح نعمة رخبو حل بجيح لما يرخبو حل بايو ماوي حوجي بايو إما المانك اسي خير باري تكفتا ما انتزال بايو يتنافب بازالسو فرصة بزاقانج بوقت انت بايو ميدان زو كفوت انت بايو خا ملي حوجي خمسينا وسوت والداج أحد ستينا حمستي ويج أرد ويجاج انت زالنا بايو الدبي يي أرد ويجاج يلم دو كتلة اي وقتين سنين بالى جمعه خانه ازوك سوزو مدرسه وقت بحر الى سدسه وقت بهم ازوك سوزو اونلاينم خانه نارغر سبت والحدم خانه غير يي خيرات بسامينا برنما اجزنا ينبرما اجزنا نرخبكوت بجيح نسيب حالنا باو يونا شازان اخبايو مسلم ولداش مسلت لين تبايو مسلم ولداشو الله لبايت زك رحمه زلطه الزول داي سواح لا يسوم الله يكره الحلبان يوي بزبز تاوقشين تبايو حاجو بايو حياج حجيس ولداتو ساعت زيزوزو الدايب زالاشين تبايو خمسين وصوت سيو ألا يدب زيزاشين تبايو يي خمسين وصوت أسو مسا مسا فزي تاوقا هل السنة والجماعة علمي متلي مد الزول بزال بخير يا كسين تب الله عليكم حاجو بالو يزيخانا خيرات تكفت لنا محل بايو يي لبايتي يشي ونتالف ما انزنا ناقدي ما نفرق كازانك اسي بزالتنا وقتي نستما خيرات ونتالفت خشال بايو الله لبايتي الله يوفقنا. لن أطيل أكثر. خلاصة الأمر كله هناك مجموعة من الأمور مفتوحة لك لتعين بها. يمكن تقول أنا بدي ساعد من بيتي بأن أخبر الناس عن المدرسة وأجلب أطفالا وأولادا إلى المدرسة بدنا. يمكن تقول أنا سأساعد في هلأ نحن بحاجة إلى أساتذة يعني نوظف أساتذة قد أنت تساعد في اتصالات وإقناع بعض الناس وتذكرهم بالقبر بالآخرة يمكن نفكري مثلا المسافة بعيدة المال وما بعرف يمكن بدنا يمكن تقول أنا بدي أجي على المدرسة بدي ببدني ساعد أقعد هون يوم بالشهر يوم بالأسبوع ساعة اللي هو يمكن تقول أنا بدي أجيب فولنتيرز كل الأبواب مفتوحة أنت تعمل لآخرتك أنت تحتاج هذا العمل
النبي قال اسمع منيح واحفظه، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. حتجيك أيام يمكن صعب كتير، تحتاج أن تدعو الله بهذه الأعمال، وأن تبكي وأن تقول يا الله إن كنت ساعدت في حفظ عقيدة أولاد المسلمين ابتغاء مرضاتك ففرج عني ما أنا فيه. هذا أمر منه سهل، بهذا البلد حفظ عقيدة أولاد المسلمين، الله أعلم ماذا سيعطيك الله عليه، الله أعلم، هذا عند الله. شغلة منا سهلة، أولادنا عم بيضيعوا، أولادنا بهالبلد عموما يعني عم نحكي مش في خطر عليهم. تعرف إلى الله في الرخاء يعني أطع الله عز وجل في حال الرخاء يعينك في حال الشدة، بتلاقي الأيام الصعبة اللي جيتك تسهل وبتلاقي مخارج، لذلك أنت بحاجة إلى العمل في هذا. نحن نفتح أبواب الخير، نحن أسسنا شيء وفتح من خلاله أبواب الخير للناس، لذلك أقبل أهجم على هذا الأمر. So I'm not gonna إن شاء الله يعني take I'm concluding now to say that we have initiated and launched this thing and through it we have many gates for helping and supporting and volunteering لله عز وجل. You might decide to stay from home and call some of your relatives and neighbors and friends to tell them to register their kids. We need this type of help. You might decide to help us with getting teachers, reminding them about the importance of protecting the kids of the Muslims. We need it. You might say, I just need to pay money. We need this. No matter what type of support you will decide to give, we need this. And you need this. You need this. Nabi sallallahu alayhi wa sallam said, تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في شدة. It means be keen to apply the orders of Allah and then Allah Ta'ala will protect you. If you obey the orders of Allah Ta'ala, then Allah Ta'ala will help you in the hard times. This is the general meaning of the hadith. When you are at ease, then Allah Ta'ala will help you in the hard times, difficult times, yes. So, يعني these are open and I would love يعني for every one of you to reach out to us, Faz Ahmed, myself and other brothers, you all know them, to يعني say something, do something about it, whether money, whether time, volunteering, helping in anything. Together inshallah we can let this يعني grow more and more and be something very important for all Muslims in the community. الحمد لله صلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله. ما هري أقدر بأخو مخبايو ما يي زتقل أشي بايو خير بجح خير بري كفتا بايو أحد سو يفرق هذا الشيء كل بهم قرقارة موشي لفرق البايو إذا أحد سو لما دول ما مسلم ولداتو دينية أمر به الدنيا درس زيوم كل ما دوي ليك بوزالة تاي حل الزود والداش خوست تبعت ما ممد ما يي بزال شيء ورزو حلف موشام الزوب ما حد خير بري كفت البايو ملة خير فون مكنا أنت زياشو والداش يتك راح كت موشان تبايو توك وزخ كتا يي بعد ب مسلم والداشم على يجسوم زال بخطر ظروف خطر تبايو نوك أزار أنت خنتي زو كل زنب مش مكمن زال شيء التام أي كسي يي بعد خنتي كلا قصص ديج بحال كلا ما يحس ديج بحال نرى بحالنا أقيد أمر بخاك إسي دين أبلي لاج أقيد أزو يفتاتحو ما يبلو اللي جبتالو نوكحنا كل زنام يي أين وقت بزال نساء يي أين وقت بزال نساء من تموش زال بنا أحد مخنا ما يديج بينا بلا ومساء مقافت ما حلف نلبا ما والداسنا ونكير حبازان شيو ما تمشاكح حلبنا بات انتا يي لي أزو بخانام قرقار أيسال متلمت بخانام قرقار أيسال آن كل شي زوم فركم إخوة محلك برقرا شخ باجرام الزو محلك زوبم كل يفرق هذا الشيء كل بهم حاجة أنت نبايو ملة يي لحم شيء ما أنت بايو زد كفته شيء الزو كصوزو يي شيء خام فائدة زوم يزكح كوت نعش أنا بايو ملة مسلم ولداش ونفرق هذا إنك أسي بين مسلط لجزمان حلا نبايو حاجي دعوة حاج خونا رجر حتى أسبك أنا زالو ما أنت حتى كوميونتي بك أنا زالو ما أنت وسك تمام يتمسد المغنى حلبا يي لبيتي زقح محجمة روحك محجمة يي محمد أمة نسلت بازانا أوجا
يي مسلم ولداشو مو كنت سلطانه بايتي ونحس بماما زكن البيتري سال شي انت بايو يله كل زنام مشا تاخذنا بمشان فركازانه كسبه تقشونتي انا ما نقش بايو احسام غرغاره موشه ساتي بفركزال ورحبه مخني انا يقسي وقتي فركا خلزالسو ورحبه ما حد غرخني الزو يقلي وي حوجي الزو موشله ما استاذ احمد قربيم ان قربيم مسان فركا خبايو ما اي اوغبيم اي فرصه ومتنافما يفركزال شي وس كله سامي نبرك ودي ساديت خشال بيت انت الله يكفط لنا ما يوافقنا بارك الله فيكم. This is something they told me to mention. Mashallah, we received an award, the Harari Heritage Center Volunteers Award, which was presented to AICP in recognition of the hard work and exceptional contribution that we have done in one of their events. Mashallah, yani, this is also something good in certain ways. AICP بيزالو غرغار ايسالاج هراري هيريتاج سنتر بي ايكو حمستان امت ذات بيزيت رخبا حركه زيوبه ييزل خود لاغا اور شوت خو اما نسو مو كبايت بي AICP لي يوسطو بايتين يشيم اناج اي جماعه زنا يعني كوميونيتي زولم كل زولم وسوزنا لهم كفوت ستام وسوزنا لهم سوزنا مخادم لهم كفوت ستانات أزوك الصين السيب بزوز كلا لخش أزخ الناج حوجي ييجار ببجيح متنافن فركزنا ناج أنتنا جار زنا أنت ما الناج خ يشي بمل أنت نافبه مل زيك أنا وسوزنا ومل ألا مسلم ولداش تي أبو واحد نزداشون كل زيوم الزياج بحمسة الناج أحلاج سناهم جاراج سناهم كل زيوم نفير يوما أزوك الصوزو يي أفوش بحمسة قاتر بهم الزياج بحمسام يعني لكم ناش بيوزانو خنت بزيك ناش يوما من أين خنت به يي دعوة نزايدانا من أين خنت به ينجح كتي عقيدة علمي ينجح كت ناش أنا بايت به بجح يي شي بهم ينجح ناش باله تخيسال شي أنت بايت أنت ما أزو بهم زيكنا البارك الله فيكم يتخيش زالشي ولداش يلمدو زالشي موقع لخشو زالشيات كلهم إدي بمتمشاة ما موشا ما سوزو زو يديج ما كوتشي فايداش كوت يخش زالشي ملمدي ما أزو كسو قيشا من نفذ الآخر زو يولي نفذ العقيدة مريم يلمدي كوت موشا نفرك بازانا ومتمشاة حلبا نباتي انت الله يوفقنا نهلل ونصلي على النبي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنين